الله يسعدك يا شيخ، اللهم يرفع قدرك. جزاكم خير عبد العزيز. ابو احمد لا تحفنا يا حبيبي. الله يخليك. اولا هنيئا لك هذه الابتسامه. الله يجزاك. اسال الله عز وجل ان يجعلها رفعه لك في الدنيا وفي الاخره. ترى يا جماعه الخير المبتسم او المبتسمه غصب تدخل القلوب، غصب غصب. الله يعني تدخل مبتسم غصب تدخل القلوب. صحيح. والله اني لو شفت الواحد متبهج ومبتسم وكذا سبحان الله وزرق على طول. نعم صحيح. شلون يزرق هو ذا؟ كذا بين ابو احمد هذا ما اكتسبته من الـ من الـ من الـ الاهتمام بالطفل والطفوله، هذا ما اكتسبته، هذا شيء من الحمد لله اكتسب. انا ودي اعقب بس على كلام ابو عبد العزيز الله يجزاه خير. عقب يا حبيبي على هالكلام الجميل. عندي عم رحمه الله عليه توفى اسمه عبد الرحمن الله. يمكن يعرفه ابو كيف عبد العزيز رحمه الله ورحمته واسعه. رجل رجل في قمه الحكمه ما شاء الله، وهو عمدة الأسرة رحمه الله أسرتنا. ليش؟ لما علما بأنه مو بالأكبر لكنه يحمل من الحكمة والدراية. أوتي حكمة. إيه؟ يا سلام. أوتي الحكمة. فقال جملة أنا لا زالت موجودة عندي برأسي ولن أنساها حتى أموت. يا سلام. جملة جميلة جدا أنا ودي أقولها لكم عشان تستفيدوا منها. يا سلام. جملة واحدة. أي والله عظيم. أيوة. هي من 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 في علم النفس كبيرة جدا، لا في 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 معنى. لكن أنا توفي ولدي أحمد وعمره 18 سنة. رحمه الله. رحمه الله. صوت صوت. أبشر بالخير. أرفع صوت. أبشر بالخير. أي ابني أحمد توفي عمره 18 سنة. الله يرحمه. الله عليه. يجعله إن شاء الله شفيعاً بدون إن شاء الله. الله يجعله آمين. اللهم آمين. الله يغفر. فحسنت كثير. عمي عبد الرحمن قال لي جملة سبحان الله العظيم. أربع صوتك يا محمد. سبحان الله العظيم إلى الآن في 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 رأسي. يقول إنه المشكلة عفوا الوقت كفيل بحلال المشكلة. نعم. الزمن الوقت. الوقت إيه كفيل بحلال المشكلة بعد الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه يقول المشكلة قد تنحل بعد خمس دقائق، بعد اتركها للزمن، اتركها لله ثم للزمن وهي تنحل. النسيان. أي وهو هذه النعمة النسيان. لذلك يقول هو يقول أنه يعني الجملة الوقت كفيل بحلال أي مشكلة، فأتركها للوقت ان شاء الله وتنحل باذن الله. من يعني يسمونها يتلبس المشكله صحيح ويظل تظل معه اذا تلبس، لكن اذا تركها للزمن مره مرتين ثلاث يوم يومين خمس دقائق عشر دقائق ساعه سنه سنتين الا تروح المشكله الا تنتهي. فالوقت كفيل بحلال المشكله. ابو احمد هي ترى تنحصر في أي مشكلة تحصل ينطبق يعني على الإنسان اللي يسلم لله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وفي قراءة يهدي قلبه. ما دام الإنسان مع حصول المصيبة يعني يصبر ويحتسب الله عز وجل يعينه على هذا الصبر. يعني لما جاءوا إلى الملائكة لما قال ماذا فعل عبدي؟ هل قبضتم روحا ابن عبدي؟ قالوا نعم يا يعني خطب الله عز وجل. قال ماذا قال؟ قالوا حمدك حمدك واسترجع واسترجع. قال ابن له بيت في الجنة بيت في الجنة وبيت الحمد. فالإنسان لما شوفوا يا جماعة الخير ترى الإنسان لما تصير له المصيبة بس تستشعر شيء مهم أنها كلها بإرادة من؟ الله سبحانه وتعالى. وأن حلها بيد من؟ الله. وأن عوضها بيد من؟ الله. ولذلك ما يحصل من أمر من أمور الدنيا خيرا أو شرا إلا وفي خير في النهاية. نعم الله صحيح. قدر الله عز وجل. هذه هي بس يعني صحيح استشعار. نعم صحيح. أسلم أبو أحمد. الله يسلم قلبك عمرك. و القصة أي أنا ودي بس أشكركم على الدعوة لأنه ما صار فيه مقدمة. أشكركم على هالدعوة الجميلة جمعتني بهالوجيه. الله يسلمك.
شكرا لكم اولا على الدعوه ولا في شكرا لهالحبيب اللي هذا طبعا هو كل الكل في الكل يعطيك نعم ابو محمد شوف انا مهما قلت في ابو محمد ما انا ابيك تتكلم تشكره وكذا وبخلي المخرج يحط الصوره عليه وبيك تشوف بس وجهه وتعابيره يلا حطها عليه حط على الحسين يا ابو استاذ محمود ايوه ارجع الحسين يلا يلا اثنى عليه اثنى عليه يكفينا تكفي هذه النظره والابتسامه وعلى فكره فيه صفاء في القلب غير موجود هذه والله ما ادري هذه والله ما ادري هذه فيها صفاء للقلب ما ادري والله لا لا هذه في ربما لا يعني ربما شويه ربما اكثر وان كانت عداها حتى تعدى الصفاء والله عداها استغفار طيب استغفر الله وتوب استغفر اسلم يا ابو احمد الله يسلم قلبك عمرك الحقيقه دائما الانسان يعني يحب السلوك الطيب والخصال الطيبة وعندنا في تاريخنا وفي تراثنا وفي القصص الكثيرة الكثيرة من الأشياء اللي الواحد ما ينساها أنا سمعت قصة ودي يعني أسمعكم إياها هي قصة لزبيدة سيدة زبيدة يا سلام زوجة أمير المؤمنين هارون الرشيد كانت تحج كل سنة ما شاء الله لمكة فهي يعني أنا سمعت هذه القصة ربما بعضكم سمعها وربما الآخر لم يسمعها لكنها لك وللأخوة وللمشاهدين والمشاهدات زبيدة سنة من السنين راحت تحج ودائما معها حاشيتها وتجي من بغداد إلى مكة في طريقها تراها سوت أشياء كثيرة صحيح عشان كذا في عيون زبيدة عين زبيدة كانت تحفر وكانت صاحبة خير جليل وكبير جدا رحمها الله ورحم الله زوجها وجميع المسلمين وجميع المسلمين إن شاء الله وموتانا وموتاكم والدينا وعندك الغريب في هذا إحدى الحجج اللي حجتها راحت مع راحت تكرمون يعني تقضي الحاجة هم إلى جليل نوخوا تعرف بجمال وهذا فلا جليل نوخوا وبعدين راحت تقضي الحاجة وأثناء قضاء الحاجة وجدت صخرة صغيرة منقوش عليها بيتين من الشعر على صخرة وبعدين لونها جديد معنى هذا أنه الصخرة اللي كاتبها كتابة على جديدة كتابة جديدة أيوة. الأول هم ما ينقشون نعم الصخور ما عندهم قلم وورق ما في فيه الصخور فهذا وجدت هالبيتين اللي تقول هي طبعا بالفصيح أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلي الهم عن ذاهب العقل الله سكين منتهي نعم له مقلة أما المعاقي فقرحت وأما الحشا فالنار منه على وجل الله بيتين من الشعر مكتوبة هنا قالت هذا عنده مصيبة اللي كاتب هذه سواء امرأة أو رجل أكيد عنده مصيبة تقولها زبيدة تقولها زبيدة نعم وكانت بالطريق طبعا وهذه حجر جديد فعرفت أنه في هذا المكان حوالين وهي أصلا هم كانوا منوخين فيه بالقرب من مكة يعني. نعم فقال جمعت حاشيتها والعبيد اللي عندها وكذا فقالت انظروا إلى هالبيتين واللي يجيب صاحب هالبيتين تراه حر عتيق لوجه الله أبا. أيوة الله. طبعا هنا إغراء إغراء انزلوا مكة وصاروا حوالين مكة وبدأ الحج وهذا أحد العبيد سمع شخص في مكة يترنم بهذين البيتين الله تمسكه قال هذا هو عمتي زبيدة تبيك أيوة. قال مالي ومال زبيدة قال أقول يا تجي يا جبتك حيا أو ميت أنا باخذ هذه فيها عيد حرية أي والله فراح ذهب أخذها وراح لزبيدة فقال هذا وجدت صاحب البيت صاحب البيتين فقالت أنت قلتهم قالت عطني قصتك فقال أنا يعني كنت صغير وتوفي أبي وأمي
وأنا صغير، فربيت عند عمي، فأخذني عمي يربيني، فربيت عندهم، وكان عنده بنية أصغر مني شوي، أحببتها حتى كبرنا، فكنا نحب بعض، نلعب مع بعض نحب. بعدين كبرت وصارت يعني تختفي عني، إيه تختفي عني شوي كذا، ولكن عمي كان يقول أنت لها وهي لك. يا سلام. كانوا يقولون طبعا، إلا تبدل الحال. يقول فجاء أحد تجار بغداد فخطبها. أوه أنا تغير. فأعطاه عمي. وأعطاه وسوف يتزوجون بعد الحج هذا. فأنا جاي ألحق عليها، ألحق القافلة حقتهم، ألاحقهم بس أشبع منها قبل ما تروح مني. الله أكبر. ف وهذه قصتي. قالت وين عمك؟ إيه قالت عمك وين؟ قال لها في الحج جايين حاجين. وبنت عمك موجودة؟ قال نعم. قالت طيب أنت علم هذول يجيبون عمك. ما شاء الله. علموا مكان عمك الآن. في مكة. قال لها مين؟ تعرف مكانه؟ قال نعم في المكان الفلاني. راح قالت روحوا جيبوا العم وأنتم رتبوا هذا الرجل للزواج. إيه رتبوه بشكل جميل. إيه فراحوا يجيبون العم، والولد حطوا له صوان، حطوا له عبيد يوفون عليه، ولبسوه ونظفوه هذا وحطته. وقالت شوفوا يبي يدخل، يبيجي عمه الحين، يبي يجي لعمه، بس يدخل العم يسلم عليه وطلعوه بس. أيه. لا يشوف، يسلم على ولد خوه طلعوه. اي ولد خوه طلعوه على طول. أيه. لا اي لا يشوف. نعم. فلما جاء العم قالت له زبيدة حياك الله، احنا عيننا شخص عندنا وزير. وهذا الشخص قال انه انت عمه، فناديناك بس علشان نشاورك في موضوع اخر. قال وشو الموضوع؟ قالوا اننا احنا طبعا هو ما عند الوزير عندنا ما لازم يتزوج. لازم يتزوج. فقلنا ندور له عروسه، وندور له عروسه. قال من يوم صغيره هالكبر بنتي، من يوم من يوم يلعب هو وياها ويحبون بعض يوم شهر الايجاز. قالت اجل غدا نعقد. يبون شيء، لكن ادخل عليه، ادخل على ابنك وسلم عليه، وسلم عليه ويشوفك لأنه هو طالب. فدخل عليه وسلم عليه وشوفه. الهيلمة الهيلمة اللي هو فيها. أي والله. وقال له تغيرت. طلعوا. فجابوا غدا، جاءوا غدا وعقدوا وزوجوا الولد. وقالوا إنه، وقالت زبيدة إنه يعني نبي نسوي احتفالية ولكنها خفيفة ونسويها بغداد. إن شاء الله في بغداد. إيه فأمرت إنه طبعا زوجوه، تزوجها وبعدين عليه. ودخل عليه وأخذوه وقالت حملوه بالهودج، حملوا بالخيرات، الإبل بالخيرات، الهودج، وخلوهم يروحوا. أحسه هو شالوه شراح. شودج حملوه في الهودج. لا لا الهودج هو مو شو الهودج ولا الهودج شال فيه الحرمة بس. إيه شلونه هو وياها في الهودج. أتوقع أنه هو وياها. لا أتوقع عشان جايبة تقوم تذلة. راح راحوا لبغداد. فالتفتت وراحل أيضا العم تزوج البنية وراح وهذا. لكن هي الشاهد في هذا. قالت كلاما جميل بعد زبيدة. اي زبيدة قالت انه انا ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بهارون الرشيد في جناته كما جمعت هذين الرأسين. الله كما جمعت هذين الرأسين. فكانت يعني زبيدة من ضمن في عندها أشياء جيدة. ما شاء الله. وعندها يكفي عين ما عملته من العيون. ترى مي عين زبيدة ليست واحدة، مجموعة من العيون. للمعلومية زبيدة رحمها الله قيل أنها رؤيت في المنام بعد وفاتها.
فقيل لها يعني ما فعل الله بك؟ طبعا هي مسوي عيون مسوي خير مسوي. قالت أدخلني الجنة بركعتين آخر الليل. قالوا بالعيون اللي شويتها؟ قالت لا لا بل بركعتين آخر الليل. لذلك ما تدري وش العمل ليش أن يدخلك الجنة يدخلك الجنة أو يرفعك منزلة في الجنة.